سورة الصفات قال تعالى في الآية 11: أم من. هنا يا شباب قطعت أم عن من على الأصلي، ولو رسمت موصولة أم من مباشرة دون أم الأولى سيكون على الاختصار والخفة. لتردين، لماذا لم يكن لترديني؟ حذفت الياء اكتفاء بكسرة النون للتخفيف. طيب يا شباب نحذر ونحن نقرأ فنظر نظرة أن نفخم، احذر التفخيم، قل فنظر نظرة، استمعتم؟ فنظر نظرة في النجوم، لا تقل فنظر فنا نا 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 فنظر. نعم، لماذا يفخم بعضهم؟ لأن الضاء مفخمة والراء مفخمة فهي تؤثر على النون، فاحذر هذا التأثير. في الآية 97: ابنوا، قال ابنوا فابنوا له إلى آخره. أنت إذا بدأت بها كيف ستبدأ؟ هذه همزة وصل، وهمزة الوصل حال البدء تتبع الثالثة، فهل ستكون ابنوا له بنيانا؟ ليس صحيحا، ستقول ابنوا. خلاص شباب، لماذا؟ لأن الثالثة، أين الثالث هنا؟ النون. أين الثالث هنا؟ النون. نعد همزة الوصل 1، الباء 2، النون 3. النون مضمومة صحيح، لكن هذه الضمة ليست ضمة أصلية. وكيف تعرف أن الضمة أصلية أو ليست أصلية؟ نثني، ندخل ألف التثنية على الفعل أو ندخل واو الجماعة، أصلها ابنية وإقضية وإمضية. فهمتوا يا شباب؟ ابنيوا إقضيوا إمضيوا. فلما حصل التثاقل حصل ما يسمى عندنا في علم الصرف باب الإعلال والإبدال، فحذفنا وهكذا فصارت ابنوا. إذن النون أصلا لم تكن مضمومة ضمة أصلية بل كانت مكسورة. ابنيوا ابني ني ني نيو. فإذا لا نضم الهمزة هنا حالة البدء بل نكسرها. قال ابن الجزري رحمه الله: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفتح. قال وابدأ بهمز الوصل من فعل يضم إن كان ثالث من الفعل يضم. فقال العلماء ضما لازما، لابد أن يقيد بضم لازم. طيب يا شباب في الآية 101: بغلام. هذه ليست فيها قراءات يا شباب، إذن رسمت على الاختصار والخفة. في الآية 130: سلام على الياسين. لماذا مرسومة هكذا مقطوعة؟ الياسين هذه جمع لإلياس، قال بعضهم هي جمع لإلياس، ثم خففت فصارت أصلها إلياسي يعني بياء مشددة، فخففت فصارت إلياسين، فجمعنا إلياس على إلياسين. طيب يا شباب هذا الجمع خلاص له دخل بعلم النحو، علم الصرف. الآن طيب كيف نتعامل مع هذه الكلمة المقطوعة؟ هل يجوز لك أن تقرأ سلام على الياسين، أو يجوز لك أن تقول سلام على الياسين؟ طيب هل يجوز لك القطع على إل ولا لا؟ هذا ما اختلف فيه العلماء. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: ولا يجوز اتباع الرسم، هذا ما اتفق عليه العلماء يا شباب، ولا يجوز اتباع الرسم في قطع إل، فلا تقل سلام على إل وتقف، فلا يجوز اتباع الرسم هنا يا شباب على كلمة إلياسين، فلا يوقف على اللام، إنما هذا في قراءة من قرأ آل، لأن هناك قراءة آل ياسين، سلام على آل ياسين. خلاص شباب، آل بمعنى أهل والأتباع والأعوان والأنصار. فإذا هذه الكلمة فيها قراءتان مرسومة هكذا لتوافق القراءتين، والله أعلم.
طيب يا شباب، في الآية 142 فالتقمه الحوت، فالتقمه الحوت، هنا اللام مظهرة مع أن بعدها تاء، فالتقمه. وفي كلمة التائبون تضغم اللام، لماذا تضغم اللام في كلمة التائبون؟ هذه لام ال التائبون، أما هذه فلام الفعل، فالتقمه. خلاص شباب، هناك فرق بين لام الفعل ولام ال. فلام ال كثرة الدوران في القرآن الكريم فاستلزم التخفيف معها. خلاص، هذا أولا. الأمر الثاني أن فالتقمه فعل والأفعال ليست كثيرة ومن ثم أظهرت فيها، هذا قول لبعض العلماء. القول الثاني الذي قاله العلماء أنه لن يحصل لبس من قوله التائبون، إنما سيحصل لبس من قولك فاتقمه. خلاص شباب، والله أعلم. في قوله في الآية 147 مئة رسمت ميم ألف همزة، لماذا مرسوم الألف مع أنها لا تنطق؟ لكي لا تشتبه كلمة مئة بمنه ولا منا، لأن العرب في العهد القديم في الزمان الأول لم يكن عندهم تشكيل ولا نقط، فتشتبه هذه الكلمات بغيرها. في كلمة أصطفى البنات لا تنسوا في الآية 153 تحدثنا عنها أن هذه همزة قطع دخلت على همزة وصل، فحذفت همزة الوصل، أصل الكلمة اصطفى فدخلت الهمزة فصارت أصطفى. لصال الجحيم أصلها لصالي بالياء فحذفت الياء تخلصا من التقاء الساكنين. تقول لماذا لم ترسم الياء ثم نحذفها نحن في الوصل فقط، لماذا لم ترسم وقفا صالي؟ نقول أجرى الوقف مجرى الوصل، والله أعلم، صلى الله على محمد وسلم.